بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، مع الدرس 30 من دروس مادة القرآن الكريم، وهو تلاوة سورة الطور من أولها إلى الآية رقم 23. وللعلم أبناء الطلاب أن هذه السورة الكريمة للتلاوة فقط وليست للحفظ. أولا، الأهداف. يتوقع في نهاية هذا الدرس بمشيئة الله تعالى أن يكون الطالب قادرا على أن يتشجع على قراءة القرآن وحفظه وتعريفه بالثواب المضاعف له على ذلك، أن يتعود على تدبر آيات الله والتحلي بآداب تلاوة آيات القرآن الكريم عند التلاوة، أن يزيد من ثروة الألفاظ الفصيحة من خلال كثرة التلاوة داخل الفصل. ثانيا، تلاوة الآيات. هيا بنا طلاب الأعزاء إلى تلاوة الآيات، فأرجو منكم الانتباه والتركيز وتكرار الآيات معي. بارك الله لنا فيكم جميعا أيها الأبطال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس. نشكركم على حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم قريبا. دمتم في حفظ الله ورعايته،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.